إذن بشأن التطورات حول التصعيد الأخير على الجبهة اللبنانية واحتمالية تمدد الحرب الإسرائيلية إلى لبنان، ينضم إلينا عبر سكايب من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. أستاذ فرانكو، مرحبا بكم. يعني كما استمعت للأخبار، ميليشيا حزب الله سارعت للتنصل من مسؤوليتها عن استهداف الجولان، ما السبب برأيكم أستاذ فرانكو؟ لكم وللمشاهدين الكرام. الآن بغض النظر عما إذا كان حزب الله بالفعل هو المسؤول عن سقوط هذا الصاروخ في مجدل الشمس أم لا، ولكن حزب الله هو مخطئ من البداية، لأنه كان يعني يتعمد أن يهاجم إسرائيل وهي بالمقابل تهاجم الكرة اللبنانية وتفتك باللبنانيين وتقتل ما تقتل. حتى اليوم قتلت إسرائيل حوالي 400 لبناني بين مدني ومقاتل لحزب الله، ودمرت يعني أرزاق اللبنانيين. كل هذا بسبب الحرب العبثية والصواريخ العبثية والقذائف التي يطلقها حزب الله من لبنان. يعني لنكن صريحين، ماذا استفادت غزة من تطور الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل على الجبهة الشمالية للكيان الغاصب؟ لم يستفيد أهل غزة من بشيء. حزب الله يبرر دائما بأنه يحاول أن يخفف عن 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 غزة يعني الهجوم الإسرائيلي، ويبرر أيضا بأنه ويبرر ذلك بأنه يساندها من جنوب لبنان، ولكن للأسف ما يقوم به حزب الله يخدم إسرائيل. وإسرائيل حتى اليوم كانت فقط تتناوش معه في القصف والقصف المضاد، ولكن إسرائيل تريد أن تبقي هذه الجبهة مشتعلة كي تتمكن في يوم ما من شن حرب على لبنان على حزب الله، نسميها كما ولكن في النهاية هي تستعد لشن حرب على لبنان كي تخرج من حرب غزة، وكي أيضا تعود من جديد إلى الوصف الذي كانت توصف بها نفسها أمام العالم الغربي والأوروبي، وهي أنها دولة ديمقراطية محاطة بالبرابرة والمتوحشين، وهي تدافع عن نفسها. والآن ما حصل في جنوب لبنان يخدم إسرائيل، أي أنها ستستعمل هذه الحجة لكي تقول، وقد بدأت بالفعل أمام العالم أجمع، بأنها معتادة عليها وأن هناك حزب الله أو فصيل عربي قد قصف أو أطفال في إسرائيل وقتل منهم عشر أطفال. الصور التي تدور حول العالم اليوم عبر المحطات الإعلامية التي يسيطر على أغلبها الصهاينة كلها تخدم إسرائيل، وكلها تبعد الأنظار عن المجازر التي تقوم بها إسرائيل في غزة. وبالتالي حزب الله قد أسدى خدمة عظيمة لإسرائيل، ليس فقط بسبب هذا الصاروخ، ولكنه لأنه في كل مرة يصرف الأنظار عما يحدث من مجازر بحق المدنيين في غزة عبر إشعال الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع جنوب لبنان. طيب أستاذ فرانكو، يعني هناك تصريح للسفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أيضا استبعد توسع الحرب مع إسرائيل، ويقول إن إيران لا تريد هذه الحرب. بأي عين نظرتم إلى هكذا تصريح أستاذ فرانكو؟ يعني حتى لو حصلت حرب، أنا بالنسبة لي ما يقوله دائما الإيرانيين ليس يعني له أي صرف معنوي أو عسكري أو ميداني أو حتى يعني أي شيء من هذا القبيل، لأن الإيرانيين يتكلمون فقط. لننظر إلى ما حدث في غزة، الإيرانيين هددوا إسرائيل بأنها إذا تمادت في حربها على غزة على الشعب الفلسطيني فأنها ستتحرك وأنها ستدعم الفلسطينيين، ولكن حتى اليوم
استشهد حوالي 100 شهيد في غزة، ودمرت 3/4 غزة، والبنى التحتية كلها تدمرت في غزة، ولم يحرك الإيراني شيء. أنا سمعت أيضا أن الإيرانيين قد هددوا إسرائيل بأنها إذا تمادت في حربها أو إذا شنت أو إذا افتعلت أي عمل أحمق فإنها تخاطر بدخول حرب إقليمية. لنكن واضحين أو لنكن يعني صريحين، إيران لن تقوم بفعل أي شيء، إيران فقط تهدد لكسب تعاطف للأسف إخواننا الشيعة ولكسب النفوس العربية أو الذين يعني يريدون مناصرة الشعب الفلسطيني. إيران منذ عشرات السنين وهي تحمل قضية فلسطين كشماعة، ولكنها للأسف هي بعيدة كل البعد عن الدفاع عن فلسطين. هي تدافع عن مصالحها، وهي لا تهتم البتة إذا دمرت فلسطين أو إذا محيت عن بكرة أبيها. وبالتالي كلام الإيراني هنا لا يجدي نفعا في شيء. الإيراني يقوم بمصالحه، الإيراني لن يجرؤ على مهاجمة إسرائيل لأنه يعلم تماما أنه في حال تدخل لصالح حزب الله أو لصالح أي كيان أو دولة أخرى ضد إسرائيل، فإن كل الغرب وأمريكا تحديدا سينقضون عليه تماما، سينقضون على إيران، وهم ينتظرون وهم يتحيزون الفرصة لذلك. طيب أستاذ فرانكو، أيضا يعني الولايات المتحدة من جانبها طالبت الحكومة اللبنانية بكبح جماح ميليشيا حزب الله، تعتقد هل أن بيروت تملك القدرة على ذلك؟ خاصة أن ما علمنا أن حزب الله يعني أصبح دويلة داخل دولة في لبنان، بل هو الدولة، والدولة أصلا أصبحت دويلة. نعم. حزب الله يملك لبنان، بيروت لا تستطيع أن تقوم بأي شيء ضد حزب الله، بل إنه يهيمن على كل الإدارات والوزارات، وهو بيده قرار الحرب والسلم. حزب الله ليس هناك من أحد يستطيع أن يقول له لا. هو يهيمن على كما قلت على كل مراكز الدولة، وبالتالي من المستحيل تماما أن تستطيع الدولة اللبنانية المركزية أو الدولة المركزية أن تقوم بفعل أي شيء ضد حزب الله أو أن ترده عن أفعاله. حزب الله يتصرف حسب أجندته وحسب خارطة طريق وضعت للأسف في عاصمة أخرى. حزب الله يقوم بمشروع لا يتعلق بلبنان، مشروع للأسف الكثير من اللبنانيين يقول أن مشروع حزب الله طائفي في لبنان، وهو يدين بالولاء، وكما قال أمينه العام حسن نصر الله يدين بالولاء لإيران، لأن كل ما يحصل عليه من مال وصواريخ وكل ما ورواتب يأتي من إيران، وبالتالي إيران هي الآمر الناهي بالنسبة لحزب الله، ولا يحق للدولة اللبنانية أن تتدخل في أي قرار قد يتخذه حزب الله في لبنان. أستاذ فرانكو، الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين أبلغ بشكل صريح، أبلغ اللبنانيين أن الرد الإسرائيلي سوف يركز على حزب الله، وقال إن الأمور سوف تعود إلى ما سماها بقواعد المواجهة الطبيعية. ما الذي نفهمه من هذا التصريح؟ يعني هوكشتاين يريد أن يوضح أن كل الأراضي اللبنانية أصبحت مباحة أمام الرد الإسرائيلي، وبالتالي هذه هي الخطوط الحمر التي فتح المجال لها حزب الله أمام إسرائيل لكي تتخطاها. أي إنه يقصد بأنه ليس هناك من مكان آمن لحزب الله في لبنان. وبالطبع نحن رأينا منذ حوالي سنة كيف أن الكيان الغاصب إسرائيل
قد نشرت فيديو يحدد أماكن تخزين الذخيرة والسلاح لحزب الله، وهي نشرت فيديو بمناطق عدة قريبة من المطار وقريبة من مناطق سكنية وإلى آخره. وبالتالي إن لإسرائيل بنك أهداف ستعتمد عليه، وهي لن تتوارى عن قصف أي مركز أو أي منطقة أو أي حي يعني يحلو لها كما يقول. طيب أستاذ فرانكو، أخيرا يعني كما تعرفون بدأت الدول تطالب رعاياها بمغادرة لبنان، كالنرويج مثلا طالبت رعاياها بأن تغادر لبنان على الفور. هل نفهم من هذا أننا نحن أمام سيناريو مشابه لسيناريو عام 2006؟ يعني ليس تحديدا كما عام 2006، لأن إسرائيل من وجهة نظري لا تستطيع الخوض اليوم بحرب مفتوحة كما فعلت في 2006. ولا أستطيع أن أقول أنها حرب أو هجمات إسرائيلية ستكون قوية ومدمرة وستعاقب، هي تريد أن تعاقب اللبنانيين وليس فقط حزب الله بسبب هذا الصاروخ الذي يكون ربما من صنعها، يعني الذي سقط في مجد الشمس. السيناريو اليوم الذي يحكى عنه انها ستكون يعني حرب او حرب يعني عمليات نوعيه، يعني ليس كحرب مفتوحه ولكنها تكون قاسيه كما سمعت. عبر سكايب من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطيه فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.